ذكرت مصادر للجزيرة أن مناوشات أمنية جرت بين قوات الأمن البحرينية ومحتجين بمنطقتي دار كليب وشهركان القريبتين من حلبة البحرين الدولية التي انطلقت فيها اليوم التجارب الأولى لسباقات الفورميولا 1. وقد علمت الجزيرة أن عددا من المتظاهرين أصيبوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن أمس في مناطق متفرقة من البحرين. وأظهرت صور على الإنترنت خروج مئات في سيارات ليلا احتجاجا على ومطالبة بإصلاحات وباستقالة رئيس الوزراء ولرفض إقامة سباقات الفورمولا 1 التي تنطلق اليوم بسبب استمرار الحكومة في انتهاكات حقوق الإنسان. وبالعودة إلى خبر البحرين والمناوشات الأمنية التي جرت بين قوات الأمن البحرينية ومحتجين، ينضم إلينا من المنامة ناصر الفضالة نائب الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي. سيد ناصر، هل تعلق لنا على هذه المناوشات أولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع يعني أنا أرى أنكم تركزون على هذه المناوشات المتفرقة التي تحدث في بعض القرى. أريد أن أوضح، في الواقع هناك أصبحت المعارضة مع الأسف مرتهنة لفئة من الغوغائية لا تتورع عن التهديد واستخدام شتى أنواع العنف. لو تجولنا في شوارع البحرين في العاصمة وفي الشوارع الرئيسية لوجدنا أن الأمور عادية جدا، لكن هناك فئة في بعض القرى المنعزلة هي التي بدأت يعني تبرز نفسها وتتواجه في بعض. لكن سيد فضالة، يعني تخفف من حجم هؤلاء، وهناك صور على الانترنت تثبت بأن هناك فعلا مسيرات وتظاهرات ليلية خرجت احتجاجا ومطالبة بإلغاء هذا السباق، في حين تعاني البحرين مشاكل سياسية لا وقت للفورمولا 1، تركيز على أعطاء هؤلاء مطالبهم. في الواقع يعني أنتم تركزون على بعض هذه الصور، أنا لا أقول لا يوجد بعض المناوشات وبعض المسيرات المحدودة، لكن الإعلام يصور القصة وكأن البحرين تشتعل في كل مكان. لا ينقل الجانب الآخر أن هناك رفض شعبي عارم لمثل هذه المحاولات التأزيم التي تحدث، التي أقول بكل أسف استطاعت أن تختطف يعني أجواء المعارضة. المعارضة أيضا هي نفسها التي نستطيع لو تجاوزا قلنا فيها العقلاء ومن يقودون الوفاق، أحد زعمائهم ذهب إلى الحلبة الدورية للفورمولا 1 وصرح اللي هو جاسم حسين وقال أننا نشجع أن تستمر مثل هذه الظروف الانفتاحية على العالم حتى لا يضر الاقتصاد الوطني. لكن وربما هذا يثبت سلمية تحركاتهم وطريقة تفكيرهم الديمقراطية فيما بينهم، يعني إذا ذهب أحدهم إلى هناك هذا يثبت أنهم يقبلون الاختلاف في الرأي. هناك البعض يقول مثل هذا الكلام، واليوم خرج بيان من جمعية الوفاق تستنكر على هذا الصوت المتعقل الذي يريد أن يكون هناك توافق وطني على قضية الاقتصاد الوطني الذي تحاول مجموعات أن تضر به وهي مدفوعة بأجندات ربما إقليمية. لذلك يعني لا نريد أن نخلط الأوراق أختي الكريمة. هناك من يستطيع أن يتحكم في الشارع في بعض القرى أقول، والوفاق والتي تقول ولكن في الصور إلى جانبك وأنت تتحدث سيد فضالة هنالك استخدام للعنف، كيف تبرره لنا؟ العنف يقع من الشارع، هناك رجال شرطة يحرقون، هناك عبوات ناسفة تصنع محليا، 7 من رجال الشرطة حالتهم خطيرة خلال الأيام القليلة وبعدها، وبالأمس كان هناك أكثر من انفجار، أحد المدنيين أراد أن يزيح بعض الإطارات على الطريق حتى تمر سيارته، انفجرت فيه عبوة ناسفة. هناك شكرا لك. حتى للناس في الشوارع الذين لا يقبلون بأن تغلق شوارعهم بالحرائق وبهذا الأمر، مشكلتنا إعلامية أختي الكريمة. هناك بعض المحطات وأنتم من ضمن هذه المحطات تركز على جانب في بعض المناطق المعزولة وتغفل عن رأي أغلب الشارع الذي لا يريد هذا التعزيم. شكرا جزيلا لك، وصلت فكرتك من المنامة. ناصر الفضالة نائب الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي. ومعنا من المنامة أيضا عبد الجليل خليل رئيس كتلة الوفاق المستقلة من البرلمان البحريني. سيد عبد الجليل، إذا يعني كما يقول ناصر الفضالة الأوضاع في الشوارع الرئيسية في المنامة طبيعية، ما يجري هو حوادث معزولة، مسيرات معزولة في قرى النائية، والعنف فيها هو من قبل المتظاهرين الذين يلقون بقنابل حارقة على قوات الأمن.
أنا لا أريد أن أرد ثم يتهمني بأني أتحدث باسم المعارضة. لنأخذ تقارير مستقلة وجهات مستقلة. تقرير السيد بسيوني 500 صفحة وثق الانتهاكات التي قامت بها الحكومة من قتل وتعذيب وسجون وفصل وهدم للمساجد. ثم جاء تقرير منظمة العفو الدولية قبل يومين 58 صفحة تحدث عن استخدام القوة مطلق، تحدث عن الاعتقالات المستمرة، تحدث عن عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. ما زال هناك أكثر من 800 معتقل خلف القضبان. ما زالت المحاكمات جارية للأطباء والمعلمين، رغم أن تقرير لجنة تقصي الحقائق خرج بتوصية واضحة وطالب بإطلاق سراح المعتقلين والقيادات الحقوقية، وطالب بوقف المحاكمات الغير عادلة. نعم سيد عبد الجليل، يعني لكن ما الحكمة في استغلال حدث رياضي واقتصادي في البحرين من أجل الضغط على الحكومة بما يعنيه ذلك من عرقلة اقتصادية ويعني للحركة السياحية والرياضية في البلد؟ المظاهرات لم تتوقف منذ 14 فبراير، لم تتوقف المظاهرات في البحرين رغم القتل رغم التعذيب رغم السجون، لم تتوقف المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. المعارضة ترى أن الأولوية في البحرين الديمقراطية والحقوق وبناء المنظومة السياسية والشراكة في صناعة القرار في البلد. لا يمكن القبول ونحن في القرن 21 أن يكون الشعب مهمش. المادة الأولى من دستور مملكة البحرين الشعب مصدر السلطات. ما زالت المنظومة السياسية بيد الجثة الحاكمة، يعني ما زال مجلس منتخب فوقه مجلس معين تعينه السلطة يمتلك كامل الصلاحيات. نعلك بغض النظر عن كل هذه المطالب الآن، ما الحكمة في معارضة هذا النشاط الرياضي والمطالبة بإلغائه؟ المعارضة تريد أن توصل رسالتها عبر تواجد الإعلام بصورة حضارية وبصورة سلمية. عفوا سيد عبد الجليل خليل رئيس كتلة الوفاق المستقلة في البحرين، نعتذر للمقاطعة وننتقل.